أهلا بكم من جديد. والمشهد في العباسية والمشهد السياسي عموما في مصر مع انتخابات رئاسة ويعني كل هذه التعقيدات هنحاول نحللها مع ضيوفنا الأستاذ ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار اللي بيشرفنا لأول مرة. أهلا بك يا دكتور. وأبدأ بك يا دكتور أحمد. حضرتك كنت حاضر الاجتماع النهاردة مع المجلس العسكري أو بين المجلس العسكري وعدد من قيادات الأحزاب. الأول قولي ليه ما انسحبتش؟ انسحب من ايه؟ يعني زي الزملاء الآخرين اللي انسحبوا قالوا لا احنا مش هنحضر الاجتماع. لا والله هو ما كانش في اي فكرة عن الانسحاب. ده كان اجتماع طلب منا او يعني دعانا المجلس العسكري زي ما دعانا في اجتماعات كتيرة قبل كده لكل الأحزاب، وكون كل الأحزاب بتلبي الدعوة. وعشان أكون أصادق جدا معاك، أنا بعد ما وصلت النهاردة اكتشفت إن في بعض الكراسي فارغة مش موجود أصحابها. وبعدين سمعنا وإحنا في الاجتماع إن في ناس مقطع، يعني أنا سمعت البيان والحاجات دي كلها بعد ما خرجنا من الاجتماع على أساس إن في ناس مقطع، إنما ما كانش في أي نية انسحاب. وعادة يعني من يوم 18/9 اللي فات والمجلس العسكري دعا أول مرة الاجتماع كبير جدا، ثم يوم 1/10 الاجتماع المشهور اللي قعدنا مضينا فيه على شوية حاجات، ثم بعد كده كانت بتتوالى الأحداث علشان نناقش ونتفاوض في الأمور اللي بتخص البلد وبتخص الصالح العام يعني. فما كانش فيه يعني إيه أنسحب ليه يعني، مش عارف. طبعا في أحزاب أخرى خدت قرار الانسحاب، وعرفت بعد الأحداث العباسية ممكن نعلق عليها يعني. هنعلق عليها دلوقتي، بس الأول قولي مجريات ما حدث في الاجتماع. يعني كان في تسريبات امبارح غريبة كده انه المجلس العسكري هيجتمع بالقوى السياسية عشان يناقش معهم مد الفترة الانتقالية ومد تغيير جدول انتخابات الرئاسة، وحدثت بعض التسريبات. ماذا حدث؟ لا ده غير صحيح بالمرة. يعني احنا دخلنا النهاردة وكان المجلس العسكري منشغل جدا من موضوع ما يحدث خارج وزارة الدفاع وأحداث العباسية، وكان عايز يعرف رأي الأحزاب والقوى السياسية فيما يحدث وكيف يمكن التغلب على ذلك أو التحكم في ذلك أو التحدث إلى المتظاهرين والمعتصمين، وده حصل ليه. يعني حوار ما بين المجلس العسكري والأحزاب كما حدث أكتر من مرة قبل كده، ما كانش فيه أي نوع من أنواع الكلام عن السلطة، بل بالعكس. وعلشان برضه أقول كلمة حق، قيل لنا انه لو حسمت انتخابات الرئاسة يوم 24 فاحنا بنتعهد ان احنا نسيب ونسلم الحكم يوم 24. ده كلام الفريق عنان. فما كانش فيه اي كلام يعني انا دايما الواحد لازم يصدق اللي قدامه. بس ما كانش فيه اي كلام من الناحية التانية بقى ان احنا عايزين نأجل انتخابات الرئاسة. وبرضه عشان اقول كلمة حق، كان فيه نية شديدة او تحسي باستعداد شديد لتسليم السلطة، يعني يعني ناس شايلة الهم وعايزة تسلم السلطة. هل اتكلمتوا على التأسيسية، الرفض اللي حصل في اللجنة التشريعية؟ يعني اتكلمتوا فيها؟ أثيرت موضوع التأسيسية واللي حصل في، ولكن أنا برضو يعني أحب أقول هنا يعني إحنا ما جلناش أي نوع من أنواع الاعتذار أو التراجع من الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أو أي أحزاب أخرى. الكلام ده حصل في اللجنة التشريعية، وبصراحة المجلس معلق، يعني أنا مش عارف بيتقابلوا ليه، المفروض إن إحنا ما نتقابلش يعني في المجلس. فالمجلس جلساته معلقة، إحنا سمعنا إن هم اعترضوا لكن ما جلناش أي حاجة رسمية. وبرضو المجلس العسكري أعلن اليوم إنه ما جلوش أي اعتذار ولا أي تراجع، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه يوم السبت الماضي ساري. فأنا مش عارف نتكلم في الاتفاق ما بين القوى السياسية والمجلس العسكري، اللي هو إن كله من بره البرلمان والتصويت التلتين والتلت والعودة ل 57%. القصص دي بصرف النظر أنا موافق عليها كلها، أنا ما كنتش حاضر اجتماع يوم السبت لظروف شخصية، ولكن اللي اتفق عليه المفروض إنه ساري، أنا ما جاليش من الطرف الآخر. وكان في اجتماع على فكرة، سمعت يعني إن كان في اجتماع امبارح في حزب الوفد علشان مع الإخوان المسلمين أو مع الحرية والعدالة عشان بيحطوا الأسامي، أو يعني لم ندع إليه، بس يعني أو في نية إن إحنا بنشتغل للجمعية التأسيسية، ولو ما كانش في النية دي ما كانش حصل الاجتماع ده. طيب أستاذ ضياء، أرجع بقى للمشهد الراهن. يعني جزء منه حكاه لنا دكتور أحمد دلوقتي عما حدث النهارده في المجلس العسكري. خارج أبواب المجلس العسكري كان في أحداث العباسية، مشهد يعني أنا سميته عبثي، بيتكرر عدة مرات، نفس المشهد نفس الوضع. تحليلك لهذا المشهد النهارده؟ طبعا يعني الواضح يا أستاذ لميس أنه يمكن كنا مرة بنتكلم دكتور أحمد وبعض الضيوف الآخرين بعد كده، انه المشهد المصري فيه درجه من الغموض
اصبحت هي يعني تقيل على النفس او تقيل على المواطن اللي قاعد في البيت اللي ما بقاش فاهم النهارده هنصحى على ايه وهنبات على ايه. جزء منها مشهد العباسي. المشهد العباسية وواحد طبعا اكيد اولا يعزي يعني اهله واسر كل التوفي من كل الاطراف من كل لان بقينا دلوقتي اطراف يعني بعد سنه ونص من الثوره بقينا اطراف. لكن انا برجع اسال السؤال الاصلي الشعار المرفوع تسليم السلطه. انا الحقيقه مش هسال السؤال الزمني انه باقي مش عارف 23 يوم وزي ما الجيش بيقول النهارده رسميا انه لو الانتخابات تمت قرينا النتيجه تاني يوم هنسلم حتى في مايو، ولا هسال السؤال الثاني طب تتسلم لمين؟ انا هسال ايه هو اللي اتسلم؟ ان السؤال ده محدش بيقوله كتير بره. ما هو ايه اللي هو بيتسلم بندردش بقى هنسلم ايه مش يعني مش هنلاقي حاجه نسلمها للاسف. هو ايه الاول يعني ايه تعريف السلطه؟ ما هو انا دلوقتي لو حضرتك تقولي لي استلم الكوبايه دي عارف انها كوبايه اقدر اشيلها بايد واحده، تعالى شيل الترابيزه دي اقول لك لا ما اقدرش بس عارف انها ترابيزه. انا عايز اسال سؤال تسليم السلطه يعني ايه سلطه في ظرف انتقالي زي ده وفي اي دوله في الدنيا؟ سلطه في الدنيا كلها تعرفها من حاجتين مع بعض، قدرة على إصدار تشريعات وقدرة على تنفيذ ما تصدره من تشريعات وقرارات، بمعنى التشريع والتنفيذ. اللي حصل النهاردة في مصر إيه؟ إن جزء رئيسي من السلطة اللي هو التشريع ذهب إلى أصحابه، كون بقى المجلس مهدد بالحل أو غير الحل عشان برضو قدام ربنا اللي مسؤول عن هذا القرار هو الأحزاب وفي مقدمتها الحرية والعدالة اللي أصرت على إنه المادة 5 من قانون مجلس الشعب تتغير بعد ما صدر من المجلس العسكري بالتلتين للاحزاب والتلت للفردي من دون الاحزاب واصر تاخد الكل. فده ليه مؤامره ولا غير؟ دي عدم قدره على التنبؤ، عدم سماع الكلام ايام. وبالتالي السلطه التشريعيه موجوده الى ان يقضي الله امرا. طيب السلطه التنفيذيه دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز اداري ضخم في مصر يبلغ عدده 6.5 مليون بني ادم موظف. في حاجه اسمها اداره عليا اللي هو مدير عام فما فوق عددها 500,000 اكتر من موظفي الحكومه في امريكا الاداره العليا بس في مصر. وفي اجهزه امنيه جيش شرطه مخابرات ما اعرفش كل هذه الاجهزه وفي حكومه وزاره. السلطه دي ما بتتسلمش الا بطريقتين بالمعنى اللي بقوله ده. انقلاب عسكري يقوم بيه جيش زي ما حصل في عشرات الدول، نصحى الصبح نلاقي البلد مقفوله الجماعه دول خدوا التشريع وخدوا السلطه وبدباباتهم فرضوها، او انتقال ديمقراطي متراضع حوله ما بين الناس كلها. مفيش سلطه بتيجي بمظاهره، مفيش سلطه بتيجي بمظاهره. تتسلم ازاي؟ هي يعني تسلم يا جيش السلطه النهارده في الوضع اللي احنا فيه ده يعني يعمل ايه؟ هل يفتح غرفه العمليات او هيئه العمليات ويقول حد يتفضل ياخد رئاسه الاركان وانت يا دكتور احمد خد الجيش الثالث الميداني والاستاذه لميس تاخد المنطقه المركزيه وانا ادوني الشرطه العسكريه، ولا في استلام لشيء محدد؟ الاستلام ده التسليم والتسلم بيحدد هي كوبايه ولا ترابيزه. اللي احنا توافقنا عليه حتى الان انه انتقال السلطه ينتهي 30 يونيو، واللي قاله دكتور احمد وانا موافقه عليه انه الجيش ما يقدرش، مش بس مش عايز، ما يقدرش، ما يقدرش وهو غير راغب في الاصل، مش هيقدر يقعد بعد كده. وبالتالي يبقى نصرف اهتمامنا الرئيسي لترتيب كيفيه استلام الحاجات الثقيله لانها كلها ترابيزات مش كوبايات. مين اللي هيستلمها؟ مين هيستلم الاداره الكبيره دي؟ اداره وشكل الاداره ما احنا مش عارفين حتى ازاي؟ شكل العلاقه هتبقى بين الجهات ازاي؟ زي ما قلنا بره تعريف الشرعيه هو القبول. وبالتالي القبول عشان احنا مش في مرحله انقلاب، احنا مش في مرحله انقلاب سواء بيقوم بيه جيش او بيقوم بيه قوه سياسيه، احنا مرحله انتقال جوه الثوره من الثوره للدوله، ده التعريفات اللي اتعلمناها وشفناها في الدنيا كلها. وبالتالي التراضي والقبول لابد من وجوده. مش هتتسلم سلطه ولا حد هيستلم سلطه بالعافيه، لانه ده معناه انك انت بتعمل ثوره جديده او انقلاب بيقوم بمن يملك الانقلاب. غير هذا يبقى بندخل في منطقه رماديه خطيره جدا تسيل فيها دماء النهارده قد تكون اكثر بكره تضيع منا الاهداف السياسيه. وانا عايز اقول جمله واحده عشان نبقى حاسين باللي هيحصل. هذه المرحله الانتقاليه بالتعقيدات المصريه وبظروف الثوره المصريه لن يتم عبورها الا بحلول وسط. محدش من اول المشير طنطاوي لغايه اصغر شاب في اصغر حركه ثوريه هيقدر ياخد كل اللي عايزه.
انا هقف عند الحلول الوسط وانقل الكلام لدكتور احمد. اديني الاول يعني تقييمك لما حدث في العباسيه النهارده ضمن سلسله من الاحداث، واربطها لي بقى بقضيه الحلول الوسط وانتقال السلطه. هل 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 كل الاحداث دي بتبعد انتقال السلطه الطبيعي؟ هل في مين المسؤول عندها؟ لا، هو انا نفسي اتكلم في موضوع الحقيقه. فضل. انا ما بطلعش على فكره في التلفزيون كتير، انا عارف، بس انا النهارده نفسي اتكلم في موضوع مهم جدا الا وله علاقه بالسؤال بتاع حضرتك. هو ايه اللي بيحصل في العباسيه؟ طبعا تعازينا للناس اللي ماتوا، دي حاجه بتؤلمني ان مصري يقتل مصري، وده قلتها قبل كده كتير جدا، دي اكتر حاجه بتؤلمني في الدنيا، وتعازينا لكل اللي ماتوا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يقف نزيف الدم ده دايما في مصر يعني. ولكن ما الذي يحدث في العباسيه اليوم؟ هو مشهد مكرر لمحمد محمود ومجلس الوزراء وكل شيء. ولكن حضرتك، انا عايز اتساءل، هو الخلاف او اللي حصل، الحاجه المختلفه ايه النهارده؟ هو موقف الاخوان المسلمين وموقف حزب الحريه والعداله من اللي حصل. بمعنى ان النهارده طلع بيان قوي جدا بيقول احنا ما قدرناش نروح نقعد، انا مش عايز اجيب اسماء بس، انما البيان هو ده البيان، ما قدرناش نروح نقعد على الترابيزه بتاعه الاجتماعات بتاعه المجلس العسكري وعلى بعد امطار دماء بتسفك، لان المفروض ان المجلس العسكري هو اللي يحمي الناس دي، ومش المفروض يعني، ده المضمون. أين كان هذا البيان؟ بيان بس والله مش موقف. أين كان هذا البيان في ماسبيرو؟ أين كان هذا البيان يوم محمد محمود؟ أين كان هذا البيان في مجلس الوزراء، في وزارة الجنزوري اللي احنا هاجمناها كأحزاب أقلية، هاجمناها وقلنا أن الدكتور الجنزوري مش رجل العصر، ويا جماعة ليه جايبينه مع كل احترامنا للراجل، وقالوا لا نكمل المشوار. كانت فين البيانات دي؟ ليه ما قمناش وقلنا طب ما ايه اللي حصل في مجلس في العباسيه دلوقتي؟ نفس اللي حصل في السيناريو بتاع 18/11 اللي فات. 18/11 حصل ايه؟ مليونيه. ليه؟ عشان وثيقه السلمي. قال لك ما فيش حاجه، ما نقربش للدستور. حصل ايه؟ ولع الفتيل. انا كنت نازل الانتخابات يوم 28/11 وما كنتش عارف انا نازل ولا لا، لان الدايره بتاعتي التحرير ما كناش عارفين. نفس القصه، مين اللي دخل العباسيه الاول؟ انصار ابو اسماعيل. ثم حدث ما حدث، انا ضد طبعا سفك الدماء وضد الناس تقتل بعض وضد الكلام ده كله، بس اشمعنا النهارده؟ علشان في خلاف على الوزاره. ما انا بكلم حضرتك بقى يعني ايه الفقير، ايه المتغير في القصه اللي خلى البيان ده يطلع؟ ان الحريه والعداله طلب ان يبقى سحب الثقه من الحكومه. ما احنا في البرلمان وبنشوف الكلام. سحب الثقه من الحكومه، احنا كحزب المصريين الاحرار طلعنا وقلنا ايوه لا يختلف اثنين، اداء الحكومه مش مظبوط، وفي مبررات كثيره ان ادائها مش مظبوط، لكن ما يعني لا يعقل ان تسليم السلطه في 30/6 واروح احط حكومه جديده وبعدين ارجع اغيرها مع الرئيس الجديد. فاللي حصل ان احنا دلوقتي اتقمصنا، انا اسف جدا، انا بقول اتقمصنا. رئيس مجلس الشعب علق الجلسات، اقسم بالله تعالى وبقولها في البرنامج بتاعك، لو كان خد التصويت بالاسماء زي ما حصل يوم سحب الثقه من الحكومه ما كانت الاغلبيه هتقول نكمل الجلسات، اقسم بالله، لان النور كمان لان حزب يعني النور كان قاعد ما ينفعش ان انا اروح اعلق جلسات ولا انو جلسات اتعلقت، طفوا النور، انو جلسات اللي اتعلقت دي. فبالتالي انا النهارده هل انا مقموص عشان الحكومه ما اتغيرتش؟ مش هي دي الحكومه اللي احنا دافعنا عنها؟ مش هو ده حزب الحريه والعداله اللي كان بيقف في البرلمان؟ مش احنا كحزب المصريين الاحرار وبعض الاحزاب الاخرى عشان اكون صادق اللي وقفنا في البرلمان اول يوم وقلنا عايزين بعد احداث بورسعيد وقلنا نستدعي المجلس العسكري؟ انا مش بوشين، انا اول واحد وقفت وقلت، والكلام ده موثق، قلت عايزين استدعاء المجلس العسكري عشان يكلمنا في المنظومه الامنيه يا سياده الرئيس. قالوا لنا غير دستوري. النهارده عشان المجلس العسكري قال لا للوزاره، اقوم اعمل اللي بعمله واطلع بيان. طب يا راجل، في 35 واحد في ماسبيرو، انا طورت في ماسبيرو على فكره ودخلت المستشفى، 35 واحد في ماسبيرو ماتوا في ساعه، ما اتكلمتش ليه؟ ما طلعتش بيان ليه؟ ما كان محمد محمود ده واقف على رجل يا مدام لميس، ما كان واقف على رجل، والناس بتموت واللي بيرمي من فوق واللي بيرمي من تحت، وكانوا في ناس بتقف فوق العماير ويرمي، مش جديد الكلام ده كله. عايزين الاستقرار ومين ورجعوا للتحرير ومش رجعوا للتحرير. انا مش ضد ابدا ان احنا نتكلم ونتفاوض، بس ان احنا نتكلم ونتفاوض بلغه واحده. اما موضوع بقى، انا اسف ان انا بطول يعني، بس موضوع يعني الديكتاتوريه اللي موجوده داخل مجلس الشعب دي عايزه حلقه تانية بقى ونتكلم فيها. اذا كنا عايزين نتكلم عن الديمقراطيه بعيدا عن احداث وبعيدا عن ما يحدث في مجلس الوزراء. طيب.
هخرج فاصل هنا وارجع بعد الفاصل واصل هذا الحوار. واضح ان الدكتور احمد سعيد بيحمل الحريه والعداله جزء كبير من يعني تغير المواقف. هو بيكشف عن تغير المواقف. الموقف بيبقى كده النهارده، موقف بيبقى كده بكره، وقت الاستفتاء في موقف، وقت الـ 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 الحكومه في موقف، يعني المواقف بتتغير طبقا للاحداث. نرجع تاني ونسال مين المسؤول عن اللي حصل في العباسيه، وبعدين هو السؤال الاهم بالنسبه للمواطن اللي بيتفرج علينا، وبعدين يا جماعه هو في انتخابات رئاسه ولا ما فيش انتخابات رئاسة؟ هي البلد دي هتنتقل لمرحلة أخرى ولا هنفضل نقع في حفر مستمرة؟ نخرج فاصل ونعاود هذا الحوار.